Adresser les meilleures salutations des démocrates tunisiens pour solidarité. Non pas pour son soutien à ce meeting, mais surtout pour le soutien que nous avons trouvé auprès de solidarité au cours des années de plomb. Moi-même, j'ai profité de cette solidarité, de ce soutien du temps de la dictature. Je vais intervenir en arabe et après pour les questions, je vais répondre en français. Marhaba biken. بطبيعة الحال مؤكد وأنه ثم برشا قضايا تشغلكم وأكيد وأنكم قاعدين تبعوا في الأحداث والأحداث هي أحداث كثيفة في بلادكم في بلادنا وهذا يرى أمر طبيعي. إحنا عشنا ثورة والثورة هذه ما زالت ما تحسمتش أمورها. صحيح وأنه بن علي طاح إحنا نقولوا في تونس البغلة هرب والكريت القات وصلنا عليه وفرنا بن علي مشى ولكن النظام بتاعه ما زال في طبيعة الحال معناها قائم لأن الثورة بتاعنا ما حسمتش مسألة السلطة معناها منذ البداية ما حسمتش مسألة بتاع السلطة منذ البداية ما كانش عندنا في تونس رغم الأحزاب شاركت المجتمع المدني شارك الشعب شارك ولكن ما كانش عندنا في تونس للثورة قيادة وطنية مركزية عندها برنامج عندها تنظيم الشيء اللي خلى وأن بقينا في اشتر الطريق والشيء اللي خلى وأن المسار الثوري يتواصل بعد ما سقوط بن علي وزال متواصل معناها لليوم. هذاك علاش حب أن نقول لكم معناها حاجة هو أنه لازم ننظر للأحداث دي راهي على أساس هذا الصراع في داخل المسار الثوري مش خارج المسار الثوري. الأمور مازالت متحسن من الشرق الحديث. هذا الصراع في داخل المسار الثوري ما بين القوى ما بين الشعب ما بين القوى الثورية والديمقراطية اللي تحب تنجح الثورة هذه وما بين القوى المعادية للثورة بألوانها المختلفة اللي تحب ترجع بين الثاني وتحب تنهي هذا المسار الثوري. نحب نركز بشكل خاص على الحكومة الحالية لأن عندكم فكرة أنكم مؤكد على فترة الغنوشي معناها السبسي اللي قالت لاهية وتقول مرحلة انتقالية باش نحضروا الانتخابات وما عندناش الوقت باش نقوموا معناها بإصلاحات أساسية وألقاوا المسؤولية على الحكومة اللي بعد الحكومة الحالية، الحكومة الحالية اللي جات منها بعد الانتخابات بعد 23 أكتوبر معناها 2011 في الحقيقة إذا كان نجوم باش نقيموها اليوم نقولوا أنها عجزت عن تحقيق اي مطلب من مطالب تاع الثوره، بل بالعكس الشيء اللي قاعد تعمل فيه الى حد الان هو السعي للانقلاب على الاهداف معناها تاع الثوره. الموقف هذا نحب نتحدث من الاول راه ماهوش موقف ايديولوجي، مش على خاطرها النهضه في الحكم ولا خاطرها الاسلاميه ولا غيره. لو كان جاء اي طرف اخر في الحكم ويعمل معاملات النهضه حكمنا مش يكون عليه معناها هو نفسه. ما
ماهوش يصير، لأن الصراع في تونس مش صراع ما بين المسلمين والكفار وبين علمانيين ومؤمنين، إنما هو في الحقيقة صراع سياسي عنده أغلفة إيديولوجية متعدى منها الخلاف الديني بالنسبة للقوى المعادية للثورة. لكن مش نقيم الحكومة هذه من زاوية الأهداف معناها السياسية. أول حاجة أساسية اللي هي بيتها عملت عليها الحملة الانتخابية تاعها هي إصلاح المؤسسات. الدكتاتورية وقت بن علي كانت مرتكزة على المؤسسات، كانت دكتاتورية بوليسية مرتكزة على البوليس، مرتكزة على الإدارة، مرتكزة على القضاء، مرتكزة على جهاز إيديولوجي ضخم اللي هو الجهاز الإعلامي. إذا كان نشوفوا هالمؤسسات هذا الأربعة نلقاو ش عملت حكومة النهضة، ونحب نقول حكومة النهضة لأنه راهو يكذب عليكم اللي يقول لكم المؤتمر ولا تكتل عندهم أي تأثير في القرارات الأساسية نتاع الحكومة. هما نفسهم عبد العزيز كريشان المستشار برتبة وزير تاع رئيس الدولة قالوا عنا كلمة دي نقولوها في ما بين السبيار وما بين التكتل، نحن في الحكومة ما نحكموش. الشيء اللي عملته النهضة إلى حد الآن هو أنها حبت تحط إيدها على أجهزة الدولة المؤسسة كما هي، حبت تحافظ عليها باش تستعملها، رفضت باش تصلحها. القضاء رفضت باش تصلحه، وخاصة حاجة أساسية في القضاء اللي هي الربط نتاع النيابة العمومية بالوزير. القضاء حاولوا باش يحطوا عليه إيدهم. الامن النقابات الامن هي طلب الامن الجمهوري، النقابات الامنيه ولات هي طلب الامن الجمهوري، هم ما يحبوش يبدلوا الامن، انما حبوا يحطوا الادارات الاساسيه يحطوا عليها اجماعاتهم باش يستخدموا الجهاز الامني معناها ضد الشعب التونسي. بالنسبه للاداره نفس الشيء صار الى حد الان حوالي 1200 ولا 1400 تعيين بين قوسين كلها من النهضه، والغالبية تاع التعيينات هذه في الإدارة عندها صلة مباشرة وغير مباشرة بمسألة الانتخابات، حيث يحبوا يحطوا إيدهم على الإدارة باش يستعملوا الإدارة نهار آخر باش يزوروا منها الانتخابات وباش يربحوا الانتخابات هذه. من ناحية الإعلام نفس الشيء، راهو عندهم معناها فكرة للمحاولات المتكررة منها تاعهم أن مش يحطوا فوق على المؤسسات الإعلامية عناصر اللي هي منها وفية لهم. وأكثر من هكا لو عندك مثل الأزمة صار في دار الصباح، دار الصباح عينوا عليها كوميسار مكسر، شد الحبس على الفساد، شد الحبس على الرشوة، حبوا يحطوه هو فوق مؤسسة تاع دار الصباح. الدستور اللي مهمة أساسية تاع المجلس التأسيسي باش يعملها، الدستور هذا كان في الحقيقة بالنسبة للجبهة الشعبية كان ممكن تعمل في 4-5 أشهر ويكون دستور ديمقراطي، خصوصا وأن الشعارات اللي رفعها الشعب التونسي في الثورة ما نتاعه لأنه يحب الحرية، يحب المساواة، يحب الديمقراطية ويحب العدالة الاجتماعية. عبارة أخرى دستور يضمن الحرية ويضمن النظام على هذا الديمقراطي ويضمن كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الدستور هذا التو ما تعملش، علاش؟ لأن النهضة تحاول بكل الوسائل مش تلغموا الدستور هذا ببعض الفصول اللي تنجم غدوة تستعملها باش تضرب بهم الحريات، تضرب بهم المساواة، وتضرب بهم العدالة الاجتماعية. في كل فقرة من الفقرات تحاول تقلق تحط حويجة، مثلا بالنسبة للتوطئة أو علمكم ما تحبش تحط فيها إشارة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تحب تربطها ب دون أن في إطار ما يناسب لا النظام الحضاري العربي الإسلامي. هذه النقطة من نقاط لعلمكم بالنسبة للنقاش اللي صار حول المرأة، قضية تكامل المساواة بالنسبة للحق النقابي، الحق نتاع الأضرار. وحتى كان سمعت أخيرا أنها قبلت مش تحط مسألة هذه البعد الكوني لحقوق الإنسان، مش تحط حق الأضرار، شدت صحيح في فصل 136 اللي يطيح الآخر كل اللي هو متعلق الإسلام ودين الدولة، مش نهار آخر تعتمد عليه، مش كل حاجة تقول هي تشوف فيها هي ضد الإسلام، في الحقيقة مش ضد الإسلام، ضد المذهب نتاع الإخوان المسلمين، مش هي على أساس ذلك تقول لا هذا يراه مناقض الإسلام ما تقولوش. هذا اللي خلى البلاد بطبيعة الحال تدخل في أزمة سياسية، لأن إذا لا إصلاحات ولا دستور
واكثر من هكا ولا اجنده انتخابيه كما شفتوا مفروض هو راهو حسب ما صرحوا لنا رانا تو انتخابات عملت راهو عندنا برلمان جديد تذكروا ايش قالوا قالوا في مارس في ابريل ماي في جوان اكتوبر تو ولا الحديث على الربيع نتاع معناها 2014 هذا اللي يخلي البلاد معناها في ازمه من ناحيه اقتصاديه واجتماعيه لذلك باش ما نطولش عليكم برشا الحقيقه معناها الارقام بالنسبه لنسبه النمو الى حد الان ما وصلناش نسبه النمو تاع 2010 مازال ما وصلناش لنسبه تاع النمو تاع 2010 بالنسبه للعجز نتاع ميزان الدفعات 6-7% عمرنا ما وصلنا له العجز كذلك نتاع ميزان الدوله 6-7% عمرنا ما وصلنا له ثم من ناحيه التضخم 7-8% ولكن حسب اهل الاختصاص ما بين 10-12 معناها في المية بالنسبة للتداين الخارجي في عامين عندنا نسبة تاع التداين نسبة التداين الخارجي زادت بنسبة 40% التداين مليونية الداخلية والخارجية تمثل 136% من الناتج الداخلي الخارجي البي بي إذا الوضع الاقتصادي هذا ينعكس من الناحية الاجتماعية ما نحكي لكمش على غلاء الأسعار تو حتى اخوتنا المهاجرين ولا كانوا في تونس رغم اللي يخصوا بالدروع ولا متشكل بالنسبه لل كذلك بالنسبه للبطاله تو في حدود 17-18% ولكن اهل الاختصاص يتحطوا على نسبه تقارب 25 معناها في المية حاجه اخرى اللي انضافت وهي في غايه من الخطوره والجبهه الشعبيه تحبتنا بها اللي الحاله البيئيه تاع البلاد بالنسبة إذن للبيئة الحاجة المخطرة ياسر هي الوسخ في تونس تم حالة تاع وسخ اللي ما تجيش على بالك لدرجة وأنها التوانسة بشكل معناها سريع ولا عندهم وعي إيكولوجي متطور جدا وذر معتمدية عملت أضراب عام على أسباب بيئية علاش؟ يحلوا السبالة يعطلها من دون يحلوا السبالة يعطلها من دون ما نكلموش على بطبيعه الحال على المناطق التطور المرضى نتاع فنجان السرطان والامراض الحساسيه والامراض معناها الصدريه. بطبيعه الحال كي تحكي مع الحكومه كم تنطق مش وجهها مش حبيت نقول هو انه من ناحيه هذه الحكومه الحاليه فشلت من ناحيه سياسيه وفشلت كذلك من ناحيه اقتصاديه واجتماعيه. علاش؟ على خاطر ما جابتش اختيارات جديده. هي خلال نفس الاختيارات القديمه لان هنا في الحقيقه حركه النهضه ماهيش حركه دوريه ماهيش حركه في المدينه التقدميه خذات الاختيارات القديمه وحركت كرسها لكن نحب نلاحظ لكم حاجه لهنا اللي بخلاف وانها واصل في نفس الاختيارات الرجعيه ثم مصيبه اخرى اصيبت بها تونس راهي الكومبيتونس عدم الكفاءه معناها بخلاف معناها انها عندهم اختيارات رجعيه عدم الكفاءه ثم شكون اول خدمه في حياته خدم وزير في تونس في الحكومه هذه ماهو شيء مال حتى باش يدير في مؤسسه صغيره اذا فكيفاش الحكومه اليوم قاعده تواجه في الوضعيه تاع الازمه هذه اولا وقبل كل شيء من الناحيه الاقتصاديه بلادكم راهي قاعده تتباع كي تشوف مجال الاستثمارات الاخرانيه هذه فيها حاجتين في غايه من الخطوره رغم اللي هي حكومه مؤقته الحاجه الاولى ثم حلال الباب لبيع الاراضي التونسيه والعوده الى الاستعمار الفلاحي يحبوا يضربوا لكن قرار التامين تاع الاراضي تاع 12 ماي 1964 بعباره اخرى نجم نحلوا عينينا نهار نبقوا نحو الارهاب وهكذا نحلوا عينينا لقاو الاراضي تباع تو ثم 80000 هكتار اللي استرجعوها من عند وهما ماهوش مستغلين يستنوا في شكون؟ يستنوا حسب وزير الفلاحه في المستثمرين القطريين والسعوديين باش يجوا يغتالوا. وقت يتولى الفلاح التونسي باش يحبوا يفكوا الارض هذه ويستغلوها يلقاوا روحهم قدام المحك. المساله الاسلوب الثاني اللي قاعد تخدم به الحكومه هو الاقتراض والتداين بدائل الاجنبي. هو اخر هذا الاتفاقيه مع صندوق النقد الدولي اللي هي نوع اتعس حتى اهل الاختصاص يقولوا اتعس من البروجرام لاجيستومونس للفيران تاع 1987 برنامج اصلاح الهيكلي واللي باش ينتج عليه هذا طرد موظفين واجراء وكذلك باش ينتج عليه ضرب تاع صندوق
التعويض وفتح البلاد نحو المزيد مناهج للخصصة، عبارة أخرى نحو التفريط في المزيد من الثروات من هالبلاد. النقطة الثالثة اللي هي الجبال، كي ترجعوا للمجال معناها القانون المالي تاع 12 تلقوا فيه ما ثم حتى تغيير في المنظومة الجبائية تاع وقت معناها بن علي اللي كانت لفئات الحيتان الكبيرة، لفئات الأثرياء على حساب الأجراء والفقراء. 82% من القانون المالي الجديد، 82% من الجباية على ما الدنيا الرسول على من عند الأجراء، بينما رأس المال لا يدفع إلا 18% فقط من ناحية الجبال. النقطة الرابعة اللي هي مسألة الزيادة في الأسعار، الزيادة في الأسعار بعبارة أخرى معناها التفريط في الثروات الوطنية، الاقتراض، الإثقال كاهل الناس معناها بالأداءات، والزيادة في الأسعار. هذا من الأربعة وسائل أو أدوات اللي قاعد تستعمل فيها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، واللي في الحقيقة هم يزيدوا يعمقوا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. على المستوى السياسي العنف، خليت قليل معناها هذا كيفاش من المستوى الاقتصادي، إذا إغراق البلاد في المزيد من التبعية وإثقال كاهل الفقراء اللي عملوا الثورة، إثقال كاهلهم بمزيد الجباية ومزيد الغلاء في الأسعار. من الناحية السياسية العنف، نحن نقول حاجة على مستوى العنف، هو أنه قبل 23 أكتوبر كان موجود عنف وقت الغنوشي وقت باجي قايد السادسي، لكن العنف كان المصدر بتاعه واضح هي القوى معناها بتاع النظام القديم، لكن العنف هذا قبل 23 أكتوبر كان محدود. كيفاش كان محدود؟ هاي عركة نتاع ما بين ولاد بويحية وجريدية في المتلوي، عركة قبلية، هاي عركة في جبنيانة ما بين الجبنيانية وما بين المساترية، هاي عركة في قصر الهلال ما بين الهلالية ولاد عيار، هاي وإلا في تونس تكسير نتاع محلات ولا في سليانة. الفارق ما بين 23 أكتوبر بعد 23 أكتوبر ولا تم عنف ممنهج ومؤدج ومنظم. فاش منظم؟ أولا قبل كل شيء ساعة روابط حماية الثورة، ولا تم ميليشيا رسمية معترف بها مدعومة ومحمية سياسيا وقانونيا من طرف حركة النهضة كما قالت بسمة وحزب المؤتمر. وهذه هذه الحاجة بطبيعة الحال، ولا جماعة روابط حماية الثورة يمشوا يزوروا الرئيس ويناقشوا معاه. وهلا الروابط هذه راهي تشبه برشا للروابط الفاشية اللي تطورت مع النازية، تطورت مع موسوليني، لأن راهي في 70% منها مجرمين، مجرمين حق عام. فلما تعرفوا خريج السجون بنعرف برشا باندية في الحبس، كل مرة نعرض واحد نقول فلان وين، غريبة ولا ثوري؟ شو معناها ولا ثوري؟ بدل الكاسكا ولاو روابط حماية الثورة هذه. الجانب الأداة الثانية تاع العنف فهمتي من هذا اللي هي راهي هذا التيار السلفي قاعدين نشوف فيه تو، اللي هو مجموعات اللي في البداية كما حكيت بسمة وقت نبهنا ليه، لا غنمشي قال هذا ما وليداتي ذكروه في صوب هو الحق ذكروه في شباب برا كان في المنى تاع المسألة الثانية. Alors, ces ligues de protection de la révolution ressemblent beaucoup, ils nous rappellent un peu des ligues fascistes et nazies. Et une majorité des membres de ces ligues, ils sont issus du droit commun, c'est des ex-bandits, c'est des ex-criminels, c'est des délinquants. Et comme j'ai une carrière de prisonnier, j'ai une carrière de... Je connais pas mal de ces jeunes, et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, puis je demande alors comment il va, un tel ou un tel, on me dit, mais il est devenu révolutionnaire, pour dire qu'il est membre aujourd'hui des fameuses ligues de protection de la révolution. L'autre élément, c'est le courant salafiste qui est organisé en plusieurs groupes, au fait. Et quand on dénonçait avant ce genre d'expression, de ce genre de courant, on nous disait, et là, Jadranouche, comme le disait Basma tout à l'heure, disait que ces jeunes le rappelaient sa propre jeunesse à lui, ce qui n'est pas faux, hein, parce que nous savons très bien sa jeunesse avec l'acide, il s'attaquait l'appel à la violence, l'utilisation de l'acide, l'utilisation et les incendies. C'était vraiment sa jeunesse. Les jamaats, avec l'aspect de la salafie, ont des attibatats kharijiens. Ont des attibatats de Qatar, pour aller marquer Zayasr, pour aller dans le Nahda. دعم النهضة والسعودية مركزة ليش على دعم الجماعات
معناها دعم الجماعات السلفيه هذه، واللي راهو حتى هما في داخلهم يقولوا هي مخترقه راهي من عديد المخابرات معناها الاجنبيه، خلاوها تتطور باش تضرب المبدعين باش تضرب المثقفين باش تمزق الوحده معناها نتاع الكوانسه. عندكم عنصر ثالث في العنف اللي هما ائمه المساجد. جزء كبير من ائمه المساجد يزرع في الفتنه. شكري بن عيد اول من دعا الى قتله امام نتاع المسجد تاع الزرزيس، دعا الى قتله هو ونجيب الشاب. بالتالي الدعوات للفتنه كذلك راهي تنطلق من رجال دين او اشباه رجال معناها دين. هذا الائمه الاخر عامل جمعيه اسمه لا يعاد الان عام جمعيه النهي عن المنكر والامر المعروف، هو العكس بالعكس راهو الامر بالمنكر والنهي عن المعروف، هذا اللي قاعد عامل غادي. اذا عندك رجال مجموعه من رجال الدين اللي قاعدين يلعبوا في دور كبير ياسر في بث الدعوه للعنف، هما يدعون بالكلام وغيرهم. ولكن تذكروا وقت صار الهجوم على الاتحاد العام التونسي للشغل في 4 ديسمبر وقت اللي هبطت المسيرات روابط حمايه الثوره مع الائمه هذا مع قيادات حركه النهضه حبيب النوز مش معناك كانوا مع بعضهم في الشارع. سافيت ديفيسيل. الو سي جروب ils ont des liens avec l'extérieur. Donc l'Arabie Saoudite soutient les salafistes, le Qatar soutient al-Nahda, et eux-mêmes, quand ils disent, ils l'avouent, et on sait tous que ces groupes sont infiltrés par quelques représentants des services secrets. Et d'ailleurs, il y a un autre élément important qui anime la violence, ce sont les imams. Il y a pas mal d'imams qui sont responsables de l'appel à la violence. Et d'ailleurs, le camarade martyr Chokri Belaïd, un des tout premiers qui a appelé à l'assassinat de Chokri Belaïd, mais aussi d'un autre qui n'a pas été assassiné, je ne l'espère pas de toute façon, Najib Chebbi, c'était un imam Azarzi. Et aujourd'hui, il y a d'autres associations aussi qui font l'éloge de la violence. Et une association, je ne saurais traduire le nom, hein. C'est un nom, c'est pour dire, c'est... Bref, donc c'est des associations qui ne font que l'éloge de la violence. Et nous nous rappelons tous que le 4 décembre, lors de l'attaque contre l'UGTT, donc la centrale syndicale, que des représentants des ligues de protection de la révolution étaient dans la rue côte à côte avec des représentants très très connus, des cadres du parti Ennahda. إذا ثم هذا من ناحية العنف تنجمون الموازي، ثم عنف الدولة، ثم زاد ذلك عنف الدولة اللي خاصة في وزارة الداخلية النهضة حطت إيدها ورأي رجال الأمن نفسها يقولوا فيه أن حطت إيدها على مراكز عصبية في داخل منها الوزارة، عنف الدولة يظهر ظهر في سليانة تذكروا الرش من قوسين أو بالنسبة للرش هذاك مستشار من الرئاسة يعترف اللي مازالوا زوز دول في العالم يستعملوا فيه هم زود بل انت عنف اللي هي الولايات المتحده الامريكيه والكيان الصهيوني، هذا مازال يستعملوا واستعملت في زوز بلدان عربيه اللي هي تونس والبحرين. عندكم اذا السريان، عندكم كذلك في 9 ابريل، وعندكم كذلك في منطقه منزل بوزين تم عنف بتاع الدوله بتاع اجهزه الدوله اللي قاعده حركه النهضه تسيطر عليه. اذا هذا الجواب بتاع حركه النهضه وحكومتها على الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية، كما قلت لكم من الناحية الاقتصادية لعن البلاد وإدخال كاهل الشعب بالمعناها على طريق الجباية ولا الأسعار، ومن الناحية السياسية اللي هي تطوير العنف شيئا فشيئا من أجل إخضاع معناها التوانسة. بالنسبة للمسألة تاع العنف هذه اللي خذات في المدة الأخيرة بدأت تاخذ أبعاد مخطرة ياسر اللي هي الاغتيال ثم كذلك الترهيب. Alors, il y a une autre forme de violence très très importante aujourd'hui qui est la violence de l'État. Avec la mainmise du gouvernement d'Ennahda sur des appareils très importants au sein de la police, fait qu'il y a aujourd'hui une violence organisée, une violence d'État, et on en a vu, il donne des exemples, l'exemple de Célienne, quand on a tiré sur la population, sur les manifestants, en utilisant des armes qu'on utilise aujourd'hui uniquement aux États d'Israël et aux États-Unis d'Amérique. On a vu ce qui s'est passé le 9 avril, on a vu ce qui s'est passé à Mazet-Bouzaïen,
Ben, la réponse de ce gouvernement à la crise, c'est la mise sous tutelle des richesses du peuple tunisien et le développement de la violence, les violences d'État. Et aujourd'hui, il y a une autre forme aussi de violence qui est les assassinats. ولا الحاجة اللي حابين نبهلها لناها في علاقة بالظاهرة التطور الإرهابي في تونس النهضة هي اللي خلطت له المناخ الملائم المناخ فكري المناخ ثقافي المناخ سياسي اجتماعي لكن الحاجة الأخرى أن تحب تستعمل مش تضرب الحريات تحت غطار مواجهة الإرهاب اليوم يحب يضرب الحريات حرية التعبير حرية التنظر حرية من الاحتجاج وخاصة يحبوا بدل الدعوات توا باش يفرضوا على الطبقة العامة التونسية هدنة اجتماعية بدعوة خلف الهوى والإرهاب ما عادش الناس عندها الحق باش تطالب بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية. Et bien sûr le terrorisme. Et nous considérons que le climat qui a conduit aujourd'hui à l'apparition de telles expressions de terrorisme, c'est le gouvernement Ennahda qui en est responsable avec les prises de position, avec les différentes communications faites ça et là, qui ont fait que la création d'un climat de terrorisme. Et sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, il tend à ligoter toutes les libertés d'expression, les libertés d'organisation, les libertés de grève, et d'ailleurs, sous le même prétexte, aujourd'hui, ils sont en train d'appeler un pacte social pour affronter toutes les mobilisations sociales. قدام بطبعة الحال الوضعية هذه اليوم الجبهة الشعبية والقوى الديمقراطية شاركوا في المدة الأخيرة في حوار وطني طرح الاتحاد العام لتونسي الشغل وبالنسبة لنا طرحين أنه ثم مواجهة مباشرة للوضعية هذه ونعتبر أن التسريع بإنجاز الدستور وكذلك التسريع بإنجاز منها الانتخابات والتسريع بوضع حرب للعنف هذا يمثل معناها شرط معناها اول لتجاوز الوضعيه اللي نحن فيها. Et pour nous, militantes et militants du Front Populaire, avec les différentes forces démocratiques et progressistes, nous avons assisté à la conférence organisée par la centrale syndicale du GTT. On considère qu'il n'y a pas de réelle confrontation, de réelle réponse à ce qui se passe aujourd'hui qu'à travers l'élaboration de la Constitution, les élections et l'arrêt de la violence. Ces trois éléments, pour nous, sont essentiels pour pouvoir donner une réponse juste répondant aux aspirations du peuple tunisien. بالإضافة للجانب السياسي هذا، الجبهة الشعبية طرحت زوز نقاط أخرين اللي عندهم بعد اقتصادي اجتماعي اللي هو أولاً أن هذه الحكومة ما عندهاش الحق باش تربط تونس باتفاقيات عندها طابع من استراتيجي اللي من شأنه أنها نعرف مش تعمل حكومة جديدة مش تبدأ البلاد بعد. المسألة الثانية هو تدخل عاجل ومستعجل في مسألة تانية غلاء الأسعار والمشكلة منها تعدي طلب. Et en tant que Front Populaire, on a rajouté à ces trois éléments deux autres qu'on considère importants et urgents. On considère que ce gouvernement n'a pas le droit de signer des conventions qui mettent sous tutelle toutes les richesses du pays, qui font que, après les élections, n'importe quel gouvernement se retrouve avec rien pour pouvoir répondre aux besoins du peuple tunisien qui s'est révolté depuis le 17 décembre. La deuxième chose, il faut avoir une réponse urgente et immédiate à l'augmentation incessante des prix, donc l'amélioration du pouvoir d'achat, excusez-moi. واللي خلينا معناها نتفائلوا في هالاوضاع هذيا هو ان الشعب التونسي قاعد ينهض وان كل ما الحكومه تاع حركه النهضه حاولت باش تنقلب على الاهداف نتاع الثوره الا ولقات في وجهها الشعب التونسي يناضل ولهنا نحب ناكد لكم راهو بكل فئاته صحيح عندك الشباب والنساء ونحب ناكد على الدور العظيم قاعد يلعبوا فيه النساء في التصدي لهذه الحكومة هذه ولكن زاد راهو الخدامة المعطين على العمل المثقفين المبدعين الإعلاميين القضاة المحامين كل الفئات اليوم تاع الشعب التونسي
قاعدة واقفة وقاعدة تصدى وقاعدة تناضل، وهذيك أهم ضمانة لاستمرار المسار الثوري والإمكانية النجاح فيه. Mais face à ce tableau, ce n'est pas l'espoir qui manque, ce n'est pas l'optimisme qui nous manque. Parce que face à toute cette situation, le peuple tunisien continue à mener son combat. Et les différentes franges, certes, les femmes et les jeunes, sont en pointe de la lutte contre toutes les politiques menées par ce gouvernement. Mais dans tous les secteurs, les artistes, les intellectuels, les magistrats, les journalistes, toutes les franges de la société et ses forces vives et les forces vives en Tunisie sont en lutte, sont en combat contre ces choix, les choix de ce gouvernement de Nahda. Nous allons nous arrêter là et nous allons nous arrêter.